فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل اللحية وتخليلها يكون مع كل غسلة للوجه، غسل للحية وتخليل لها، أم يكون ذلك؟ هو يكفي مرة واحدة، ولكن إذا حصل ثلاث مثل الوجه، إذا حصل ثلاث هو أفضل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.